نزرع شباب. طبعا انا حبيت اشرح كده فيديو ونشرح فيه السريع ازاي نقدر ان احنا نسجل في الموقع او الشركه الجديده بتاعتنا، وازاي نقدر ان احنا نقدم التفاصيل. طبعا لازم الحاجات دي مهمه جدا نخلي بالنا واحنا بنسجل. طبعا اسم الشركه زي ما انتم شايفين اهو فوق، ده اسم الشركه او بالمعنى العربي اسلوب الحياه. تمام، احنا هنتفق دلوقتي ان احنا نسمي الشركه بتاعتنا اسلوب الحياه، سيبك من الكلمه الانجليزي اللي مش هتنطق دي وانساها. طبعا هسيب لكم رابط تبع صندوق الوصف. اول ما تيجي تفتح الموقع هفتح معاك بالشكل ده، اول مكان او اول خانه احنا بنكتب فيها اسمنا الرباعي. تمام، سواء تكتب الاسم رباعي بالانجليزي او بالعربي عادي مفيش اي مشكله. الخانه التانيه تكتب فيها هنا اسمك الاولاني واسمك التاني بالانجليزي، او اسمك الاولاني او واسمك الاخير. تمام، شوف انت عاوز تكتب ايه واكتب اللي يحب، بس المهم وانت بتكتب الاسم ما يكونش فيه فواصل بين الاسم. تمام، ما يكونش فيه فواصل. نيجي بعد كده للخطوه اللي بعدها، بنكتب بقى طبعا في الخانه الثانيه بالانجليزي. شباب الخانه الثانيه دي بنكتب فيها بالانجليزي، انما اول خانه هنا دي بنكتب فيها اسمنا الرباعي بالعربي او الانجليزي عادي. بعد كده نيجي للخانه الثالثه، الخانه الثالثه دي بيكون فيها اسم الشخص اللي دعاك للموقع. تمام، بعد كده هنا بيطلب مننا البريد الالكتروني. طبعا لازم البريد الالكتروني يكون مسجل على تليفوننا، نكتب البريد الالكتروني مرتين. بعد كده بنيجي هنا نختار الدوله بتاعتنا، بعد كده بنحط رقم التليفون، بعد كده نيجي نحط رقم، نيجي نحط تاريخ الميلاد بتاعنا. طبعا شباب تاريخ الميلاد لو ارقام فرديه بنكتب قبل الرقم زيرو، يعني مثلا احنا لو مثلا 3/3/2001 بنكتب مثلا 0/3، بعد كده 0/3/2001 كده. تمام شباب، يعني ما بتكتبش ايه، ما بتكتبش بس 3، يعني انت لو كتبت 3/3/2001 هيطلع لك بالشكل ده هيبقى غلط. فانت مثلا تعرف ان تاريخ ميلادك ايه، لو تكتب تظبط زي ما انا قلت لك، لو الرقم فردي بتحط قبليه زيرو، لو الرقم زوجي تكتبه زي ما هو. بعد كده بتكتب هنا كلمة سر وبتكتبها تاني مرة. بعد كده بتأكد هنا البيانات دي شباب، بندوس على المربعين دول. بعد كده بنرمي على ايه، على الشراء. تمام، طبعا انا هسجل، هوقف معاكم دلوقتي الفيديو وهسجل دي، وبعد كده ندخل معاكم ونعمل اشتراك ونكمل باقي الخطوات. تمام يا شباب، بعد ما جهزنا المعلومات زي ما انتم شايفين، طبعا زي ما قلت لكم الاسم بيكون مكتوب من غير فواصل. ننزل تحت ندوس على كلمة اشتراك. يبدأ الموقع يحمل معانا الصفحة اللي انتم شايفينها دي، بيقول لنا ان احنا نستنى 5 ثواني عبال ما ينقلنا للصفحة الرئيسية. زي ما انتم شايفين الموقع او الصور نقلنا الموقع للموقع. زي ما انتم شايفين احنا زي ما احنا اتفقنا هنسمي الموقع اسلوب حياة باختصار كده، بلا اسم طول بلا نيلة. طبعا احنا لو عاوزين نترجم الموقع بالعربي بندوس فوق اهو، فوق على اليمين اهو شباب عند الماوس فوق، يقول لك اختار اللغة، دي كده اختار اللغة العربية ويترجم معاك الموقع باللغة العربية، وده بيكون ايه الافضل ليه. اللي بنزل تحت يا شباب في الموقع شايفين جبنا البيانات دي. تمام، بنرجع احنا ننزل تحت خالص. تمام شباب، تحت خالص بندوس فين عند حاجة اسمها ملخص. شايفين الماوس شباب، الماوس تحت اهو في حاجة اسمها حسابي. تمام، احنا بندوس على اللي تحت حسابي اللي هي ملخص، بندوس عليها وبينقلنا على طول للواجهة الرئيسية اللي احنا محتاجينها في الموقع. يدخل معانا الموقع هذا بالواجهة اللي انتوا شايفينها دي، بنلاقي هنا بعض المعاملات. طبعا الحاجات دي احنا ملناش دعوة بيها، كانت سواء كانت صفارة أي حاجة، يعني الحاجات دي كلها هنعرفها ونفهمها أول ما الموقع يشتغل. تمام، الناس بقى اللي بيبدأ عندها بعد ما تسجل في الموقع، لو الناس عندها الصفحة دي، لو عندها الموافقة على التحقق الشخصي اللي هي دي يا شباب، لو مش عندها باللون الاخضر، يعني بص زي ما شايفين اهو بيقول لي هنا ايه، تم التحقق من حسابك. تمام، الناس اللي مش عندها باللون الاخضر زي كده بتدوس عليها. تمام، ويبدا ان هو يدخل البطاقه بتاعته صوره سيلفي ليه، ويبدا ان هو بعد كده يفعل حسابه يجي معاه باللون الاخضر. تمام، الناس اللي بتعرفش الخطوه دي تقدر انها تتواصل معايا. طبعا هسيب لكم
كل صفحات التواصل الاجتماعي في صندوق الوصف اللي شدتك انكم تتواصلوا معايا، ونقدر ان احنا ايه اقدر اساعدكم في الخطوه دي. تمام، بعد كده بيجي نكون هنا شباب، بيكون مكان الرقم ده، شايفين مكان الرقم ده بيكون فيه خانه بندوس عليها، تمام، عشان يظهر الرقم ده، وتحت الرقم ده برضو بيكون فيه خانه بندوس عليها عشان يظهر الرقم ده. تمام، احنا كده عملنا خطوات. بنيجي بقى ندوس شباب، بعد ما بنسجل ونحط بياناتنا هنا، نيجي ندوس على كلمة انقر هنا، طبعا شباب لازم نخلي بالنا واحنا بنسجل في الموقع، زي ما وريتكم لو طلب منكم البطاقة او طلب منكم صورة اتواصلوا معايا عشان مش تعملوا اي خطوة غلط، ولو مش طلب منكم البيانات دي هو كده كده هيطلبها منكم بعد ما يبدأ الموقع ان هو في الانطلاق بتاعته هيبدأ ان هو يطلب منكم البيانات زي كده. طبعا بالنسبة لما تيجي تدوس بقى على كلمة انكر هنا هيجيب لك صفحة، طبعا النت عشان عندي ضعيف بس انا بحاول ان اصور لكم فيديو على قد ما اقدر، هيجيب لكم صفحة هنا هتكتب فيها اليوزر نيم وتكتب فيها الباسورد اللي انت كتبتهم في التسجيل لما كنت سجلت، كتبت انت طبعا ايه اسمك الاولاني والاسم الاخير من غير فواصل بالانجليزي، انت بتاخده وتحطه هنا في الخانة اللي تفتح لك هنا، تحط الباسورد وتعمل تثبيت دخول. لو الموقع ما دخلش معاك على الصفحة اللي بعد كده تمام عادي مش مشكلة، لأن الموقع أصلا مش هيدخل معاك في الصفحة دي لأنه لسه بينزل الجرايد. تمام، بالنسبة بقى لباقي الخطوات شباب، نيجي ندوس هنا بنلاقي في حاجة اسمها هنا فريقي، بتيجي تدوس على فريقي بيجيب لك طبعا الفريق اللي هو تحت، الفريق اللي تحت منك تمام زي ما شايفين دول الناس اللي تحت مني أربعة، هنا بيقول لي تمت الموافقة، يعني أنا الشخص ده تمت الموافقة على حسابه، وده لسه وده لسه، طبعا دي عشان ايه بيطلب منهم البطاقة والصورة. طبعا في طبعا أربع مستويات زي ما شفنا شباب، أنا أول مستوى تحت مني أربعة أخدت منهم أو استفدت منهم بـ20 يورو، وكل واحد بيسجل تحت مني بتاخد 5 يورو. تمام، طبعا في 7 مستويات، كل مستوى أنت بتاخد منه أرباح معينة. هنا بيقول لك ايه، هنا بيقول لك الناس اللي تم التحقق من حسابها هنا واحد من اصل اربعة، طبعا كل مستوى من المستويات دي ليه مبلغ معين او ليه ربح معين، فلازم احنا نخلي بالنا ونحاول برضه ان احنا على قد ما نقدر ان احنا نكون تحت مننا فريق في المستويات دي. يعني مثلا يا شباب اول مستوى بناخد من تحت مننا 5 يورو، تمام، تاني مستوى بناخد 2 يورو، لحد المستوى الخامس بناخد 2 يورو، المستوى السادس بناخد 3 يورو، والمستوى السابع بناخد 4 يورو. تمام، دي المستويات يا شباب. لو حبينا بقى ان احنا نرجع للصفحة الرئيسية ندوس على كلمة ملخص يرجعنا على طول للصفحة الشخصية بتاعتنا. تبدأ بقى الصفحة تترجم عربي عادي، طبعا انت ممكن تترجمها عن طريق ترجمة جوجل او تترجمها في الموقع من جوه من خلال انا وريتك ازاي تبدأ تترجم الموقع. بعد كده شباب بنيجي هنا عند تفاصيل شخصية، تفاصيل الشخصية دي فيها كل البيانات الشخصية اللي انت دخلتها في الموقع، من اسمك من رقم تليفونك من تاريخ ميلادك، ممكن برضو انك تغير الباسورد لو انت حابب انك تغير الباسورد عادي. طبعا شباب الموقع بيشتغل في نظام الجرايد الالكترونية، ان كل يوم بيجي لك مجموعة من الجرايد 50 لـ60 جريدة يوميا، انت بتفضل في كل جريدة ثواني معينة وبعد كده تنتقل للجريدة اللي بعديها، ولمدة شهر بتجمع مبلغ معين، وطبعا عشان تسحب من الموقع بيكون حد السحب 100 يورو. نزل زي ما انتوا شايفين يا شباب، هنا بيجيب لك هنا بياناتك الشخصية على اليمين، وبيجيب لك لو انت حابب انك تغير كلمة السر، بيجيب لك هنا عملية السحب بيقول لك انك ليس لديك عمولة كافية للسحب، احنا معانا لسه زيرو،
طبعا الموقع لسه هيبتدي بقى شباب في شهر 7، اول شهر 7. الموقع عامل فتره تدريبيه من يوم 15/6 لحد يوم 30/6. الفتره دي هيجيب لك فيها الجرايد وفي كل حاجه، ويبدا الموقع ينطلق في الفتره دي. بس الاسبوعين دول هيكونوا فتره تدريبيه مفيش عليها ربح، يعني الموقع بيجرب بيشوف انت هتقدر تشتغل ازاي، وبيجربك بيدربك على بيدربك الشباب على الشغل، تمام. وطبعا الموقع ليه باقات، احنا نقدر ان احنا نشتري باقات من الموقع. طبعا كل ما اشترينا باقة اغلى كل ما كان ربحنا اكتر. يعني يا شباب نيجي هنا للباقات. طبعا احنا عندنا 4 باقات، اول باقة ب25 يورو، تاني باقة ب50 يورو، تالت باقة ب100 يورو، رابع باقة ب300 يورو. طبعا كل باقة بتديك عدد من الأعضاء، الأعضاء دي بيكون تحت منك أكنك مسجل تحت منك ناس. هما لما بيبدأوا، أنت أول ما تفتح حسابك هما بيفتحوا برضو، أنت أول ما تقفل حسابك هما برضو بيقفلوا. أنت لو سرقت على جرايد، تمام، لو سرقت على 5 جرايد هما بيتفرجوا برضو على 5 جرايد. يعني الأعضاء دول مرتبطين بيك أكنك عامل 5 أكونتات بالظبط في الموقع. تاني حاجة نيجي بقى للصفحة اللي بعديها اللي هي الشكل ده. طبعا في ناس، هي الناس اللي مسجلة بفلوس، الناس اللي عاملة اشتراك دفع اشتراك للموقع بيكون ليهم مميزات غير الناس اللي مسجلة في مجانا. يعني أول حاجة الناس اللي مسجلة مجانا ليهم في السنة هياخدوا في السنة 350 يورو، إنما الناس اللي مسجلة باشتراك هياخدوا في السنة 1000 يورو. الناس اللي مسجلة مجانا مش هياخدوا أي كيون أي عملة، لأن الموقع عامل عملة تداول، هيبقى إن هو ينطلق أو يوزعها للناس اللي هي مشتركة هيديهم 20 عملة، إنما المسجلين مجانا مش هياخدوا أي عملة. طبعا الناس اللي فري لما يدخلوا تحت منهم أي حد هياخدوا منهم 5 يورو بس، مش هياخدوا منهم أرباح، ومش عندهم أي مستويات. شايفين فاكرين الشباب الـ7 مستويات اللي أنا وريتها لكم، هما مش عندهم أي مستويات. إنما الناس اللي هي تحت، ان الناس اللي هي سجلت ودفعت اشتراك للموقع بياخدوا 5 يورو على كل حالة، وبياخدوا سنويا من كل شخص تحت منهم 250 يورو، والناس اللي تحت منهم بياخدوا منهم سنويا 200 يورو. طبعا ده الفرق بين الناس اللي انتقلت، الناس الفري المجانية المسجلة مجانا في الموقع، والناس اللي هي دفعت اشتراك للموقع. بعد كده شباب دي مجموعة من الشهادات ومجموعة من الترخيصات الخاصة بالموقع. مش أي موقع شباب ليه الترخيصات دي بالذات ولا ليه الشهادات دي. وطبعا الموقع، احنا هنا الموقع بتاعنا اسلوب الحياة، بنقدر ان احنا نسحب فيه عن طريق الفيزا. وزي ما انتم عارفين مش أي موقع يقدر ان هو ياخد ترخيص ان هو يقدر ان هو يتعامل بالفيزا مع العملاء بتوعه، أو ان هو يتعامل بالباي بال. فدي حاجات مهمة للموقع، مش أي موقع يقدر إن هو ياخدها. طبعا ده كان كله شرحنا في الموقع شباب، كل البيانات الخاصة بالموقع ممكن إنك تتواصل معايا لو وجدت أي مشكلة في التسجيل، أو لو حبيت إنك حتى تقدر تفهم الموقع بيتكلم عن إيه، أو حابب إنك تتواصل معايا شخصيا وأساعدك في التسجيل، تقدر إنك تتواصل معايا من غير أي مشكلة عادي. طبعا يا شباب هطلع بلغة فيديو تاني برضو بشرح في الموقع بالتلخيص. أتمنى يكون الفيديو عجبكم، مش تنسونا بلايك واشتراك، والسلام عليكم.